اليونيسف تأسست منظمة اليونيسف في الحادي عشر ديسمبر سنة 1946 بفضل تصويت بالإجماع في الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة وتقرر وقتئذ أن يقدم صندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة كما كان يعرف انذاك بتقديم اغاثه قصيره الاجل للاطفال في فتره ما بعد الحرب العالميه الثانيه في اوروبا وكانت اليونيسف كما هي الان تمول بالكامل من التبرعات وعندما لبيت احتياجات اطفال اوروبا فور انتهاء الحرب استمرت اليونيسف في عملها بعد الحرب بوصفها منظمه تابعه للامم المتحده وهي الوكاله الحكوميه الوحيده المكرسه للاطفال على وجه الحصر والمفوضه من قبل حكومات العالم لتعزيز وحمايه حقوق الاطفال ورفاهيتهم وتشترك منظمات المجتمع المدني بما فيها الشركاء من المنظمات الدوليه غير الحكوميه بشكل كبير في اعمال اليونيسف في 158 دوله تمارس فيها اليونيسف نشاطها كما يتم التشاور مع المنظمات غير الحكوميه في المقر الرئيسي حول صياغه السياسه وحاليا توظف اليونيسف أكثر من سبعة ألاف شخص يعملون في مئة وخمسة وخمسين بلد في سائر أنحاء العالم تاريخ المنظمة إن الأطفال في مختلف أنحاء العالم يواجهون دوامة مستمرة من المرض والفقر تحبط التنمية العالمية وكانت مهمة اليونيسف هي مهمة قيمة ولا تزال لا تقدر بثمن ففي الوقت الذي أصبحت فيه اليونيسف جزءا دائما من الأمم المتحدة في عام 1953 كان عمر تلك المنظمة سبع سنوات حيث كانت تعمل في حوالي مئة بلد وفي عام 1959 جاء في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل أن ما يعانيه ملايين من الأطفال من جوع وفقر ومرض وتمييز وجهل إنما يشكل انتهاكًا لحقوقهم الأساسية، ومن ثم تغيرت حياة الأطفال إلى الأبد. عقود التنمية في الستينات والسبعينات من القرن العشرين أصبحت قضايا التغذية والصحة والتعليم والأسرة مجالات تركيز إضافية لليونيسف. وفي تلك الفترة كان نصف إنفاق اليونيسف يكرس للتعلم وأصبحت اليونيسف محط أنظار العالم في سنة 1965 لنيلها جائزة نوبل للسلام. حالة الطوارئ الصامتة. رغم عقود من العمل الإنساني، وبحلول عام 1980 توفي حوالي 15 مليون طفل لأسباب يمكن منعها كل عام. ففي هذا الوقت بدأت ثورة بقاء الطفل على قيد الحياة. فقد بدأ تنظيم أيام الهدوء لتحصين الأطفال في المناطق التي تشهد صراعات وأصبح شعار التعليم للجميع صيحة استنفار من أجل التنمية العالمية ووجد الأطفال والنساء بأن الحروب وأعمال العنف والانتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية تحاصر حياتهم بدرجة متزايدة. الإقرار بحقوق الطفل أصبحت اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت في عام 1990 من أكثر المعاهدات الدولية التي اعتمدت دوليا في التاريخ. الأطفال يمثلون محور التنمية. لقد كانت الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعت في عام 2000 بمثابة مشروع للتنمية العالمية حتى سنة 2015. ومنذ بداية القرن الجديد، احتلت مشاركة الشباب مركز الصدارة في الدورة الاستثنائية للأمم المتحدة المعنية بالأطفال. وكان لوباء فيروس نقص المناعة البشرية الشاملة تأثير على حياة الأطفال لم يكن له مثيل من قبل، مما شكل تحديات جديدة فيما يتعلق بالتقدم الاجتماعي. الحاضر والمستقبل ما بدأ كتجربة مؤقتة قبل ستين عاما قد أصبحت اليونيسف الوكالة الرائدة في العالم فيما يتعلق بشؤون الأطفال واليوم تعمل اليونيسف في أكثر من 190 بلدا بحيث تعمل مع الناس والشركاء لجعل العالم مكانا أفضل للأجيال القادمة ستون عاما هي مجرد غمضة عين في مسار التاريخ ولكن في تلك الفترة الزمنية القصيرة أصبح العالم مكانا مختلفا تماما بالنسبة للأطفال وباسترشادها بالأهداف الإنمائية للألفية ستواصل اليونيسف تطورها ومواجهة التحديات التي يواجهها الأطفال في عالم معقد ومدهش